الله الفوز يا جماعة. تلعب الكرة ثواني، عشر ثواني، لا يصود لا يصوب، صدها يا عبدو، الله، أهلي أهلي، يا سلام يا أهلي، برافو يا أهلي، افرحوا يا أهلي، نصف العالم يا عالم، الأهلي وين؟ لا 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 لا. الأهلي يا لك من اسم، اسألوا أهل طرابلس من أين لك هذا، اسألوا أهل البرج الجزائري من أين لك هذا، اسألوا أهل جدة من أين لك هذا، اسألوا الأهل الأردني والأهل البحريني والأهل القطري والأهل الإماراتي، عفوا كلكم أهلي، ولكن اعذروني المسمى مصري، هم من بدأوا باسم الأهلي، وها هم الآن يتواجدون أمام الكبار. هذا هو الأهلي بكبرياءه بعنفوانه بتاريخه بأمجاده بروح النادي الأهلي. بركاتك يا بركات النادي الأهلي في الدقيقة 92 يسجل هذا بالانتصار الغالي في أم القمم في أم المباريات. إنها روح النادي الأهلي وكبرياء النادي الأهلي، تأبى روحه الكبيرة وتأبى كبرياءه الكبيرة ويأبى تاريخه الكبير أن يودع البطولة، بل تاريخه يثبت بأنه هو المرشح الأول للبطولة. أشكركم على هذه البادرة الجميلة حقيقة اللي أعطيتموني إياها. جمهور مصر، جمهور الأهلي غني عن التعريف، دائما ما شاهدنا يعني حقيقة ردة الفعل في الشارع الرياضي في مصر، خصوصا من العاشقين والمحبين للنادي الأهلي وأيضا العاشقين والمحبين لكرة اليد المصرية. فبالتالي أنا سعيد جدا بهذه ردة الفعل حينما وصلت التغريدات، وصلت الردود. أتمنى لكم كل التوفيق وأشكركم.